سمو الأمير عبد الرحمن بن ساعد، نهنئكم بأول نقل لقناة الزعيم مباراة الهلال والأهلي. سموكم شاهدتم المباراة، كيف رأيتم مستوى اللاعبين وبالأخص الوجوه الشابة؟ والله الحمد لله وأمر مبشر بالخير. الشباب الموجودين في الهلال اللعبة المتميزين الحقيقة، وأنا مبسوط من أدائهم، تجربة موفقة. أحب في بداية الأمر أرحب أشقائنا في نادي الأهلي في ناديهم وفي محلهم ونقول لهم نورتونا وشرفتونا. الأهلي نادي كبير وإحنا سعيدين جدا باستضافته إنه يكون معنا اليوم. الشيء الثاني اللي أحب أقوله إنه ندعي إن شاء الله بالشفاء للكابتن ياسر القحطاني، بكرة راح يسوي عملية الساعة 9 الصبح وقرت له عملية في ألمانيا، وإن شاء الله أنها تتكلل بالنجاح ويتشافى منها ويعود كما كان وأحسن إن شاء الله. الشيء الثالث اللي أبغى أقوله، أنا قلت لكم في خبر حصري لقناة الزعيم ما قلته قبل كذا. إحنا كنا قلت قبل كذا أنا أنه إحنا حنقيم كل أعمالنا الفترة اللي فاتت، وأنه لو كان في أخطاء حنصلحها. أنا شخصيا اتخذت قرار أعتقد أنه كان خاطئ، وأنا أعترف أنه كان خاطئ وأعتذر للجماهير الهلالية عنه، وأنا الأوان أن نصلحه. إحنا عندنا في مشرف على كرة القدم اللي هو الكابتن سامي الجابر، وفي مدير كرة القدم اللي هو الأستاذ عادل البطي. كلاهما بالنسبة لي عينين في رأسه، كلاهما كفؤ ومحل الثقة والتقدير. أنا في كثير ناس من الإخوان وكلاهما أقوياء، كثير ناس من الإخوان قالوا لي أنه ربما وجود الاثنين مع بعض يعمل تضارب في الصلاحيات، وما كنت مقتنع واتخذت القرار أنه يكون في مشرف ومدير الكرة. اتضح لي أنه هذا القرار خاطئ، أعترف أنه خاطئ وأعتذر للجماهير الهلالية عن الخطأ مرة أخرى. وفق نظام الاحتراف هناك مدير عام لكرة القدم فقط، ويكون تحته إداريين. أنا قلت لسامي وعادل يقعدوا مع بعض، طبعا حاولنا نحدد الصلاحيات، للأسف حصل تضارب في الصلاحيات. كان خطأ كبير أن احنا نحط رئيسين على مركب واحد أو قبطانين لمركب واحد. قلت لسامي وعادل اقعدوا مع بعض وقولوا لي وش توصلوا له عشان نحل هل تضارب في الصلاحيات. وأؤكد مثل ما أنا أملك الاعتراف بشجاعة، يعني اعتراف بالخطأ، وأؤكد أنه الخلافات اللي بينهم لم تتعدى بأي حال من الأحوال الخلافات العادية، ولكن كان في فعلا تضارب في الصلاحيات، خشينا أنها ربما تأثر على الفريق، فطلبت منهم أنهم يجلسوا مع بعض. وصلنا ثلاثتنا للقرار الآتي: يبقى الكابتن سامي الجابر هو المدير العام لكرة القدم، يكون تحته جهاز إداري، والأستاذ عادل البطي هو عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومستشار رئيس مجلس الإدارة. مثل ما قلت الاثنين كفوا والاثنين عينين في رأس، بس كان لابد من الفصل بينهما علشان ما يصير في تضارب في الصلاحيات تخلي ربما اللاعبين مشوشين، ربما المدرب مشوش، وهذا مثل ما قلت خطأ أنا أتحمله. والمهم أنك أنت إذا كان في خطأ أنك تصلحه وما تكابر فيه. يعني سمو الأمير أن الأستاذ عادل البطي باقي مع الإدارة نادي الهلال؟ أكيد، أنا عندي ثقة كبيرة في الأستاذ عادل فيما يمكن أن يقدم، ومثل ما قلت لك هم الاثنين عينين في رأس، وأنا رميت الكرة في ملعبهم واتفقنا الثلاثة على هالقرار. هذا كل اللي أبغى أقوله. أتمنى التوفيق العادل البطي لأنه مستمر معنا مثل ما قلت عضو مجلس إدارة وأمين صندوق. بعض الأقاويل كانت يعني خصوصا في الأسبوع الماضي بعض الصحف أن عادل البطي يقدم استقالته. عادل البطي أنا بقول لك على شيء، أنا لما طلعت في لقاء في القناة الرياضية سئلت من الأخ سلمان المطوع تحديدا عن هالأمر، قال لي هل من أخطائك أنك أنت؟ قلت له الكلام هذا سابق لأوانه، وإحنا وعدنا أن إحنا نسوي تقييم شامل لكل ما عملنا، وأي شيء نعتقد أنه ممكن يؤثر على سير الفريق لابد أن نتداركه. طبعا في نهاية الأمر مثل ما قلت سامي وعادل كلاهما مميز، يعني أنت لما تشيل لو شلت هو كان لازم أحد منهم يبعد عن الثاني، يعني رئيسين على مركب واحد ما تنفع. أنت لو شلت سامي ممكن يكون في ناس تقول لك أنه لا يا أخي ليش شلت سامي، سامي أكفى. لو شلت عادل في ناس حتقول لك ليش شلت عادل، عادل أكفى. في نهاية الأمر هذا الأمر حسمناه جميعا وبطريقة حضارية، وأؤكد ما في شيء نخفيه، فعلا كان في خلافات بسبب تضارب الصلاحيات، يعني هذا ما وهذا الخطأ أنا أتحمله. وعشان كذا رأيت أنا والأمير نواف وأعضاء مجلس الإدارة وعادل وسامي نحن نصلح هالخطأ بأنه يبقى شخص واحد مسؤول عن الجهاز كرة القدم اللي هو في نظام المحترفين مدير عام كرة القدم، يكون تحته إداري، وطلع القرار اللي أنتم سمعتوه الحين. نشكرك على هذا الخبر الحصري اللي تبثه لنا على قناة ARTZ زعيم. سمو الأمير نشكرك على هذا اللقاء، أيضا مرة أخرى نهنئكم على
اول نقل لايف لمباراه على قناه ار تي الزعيم اللي كانت الهلال والاهلي. اشكرك شكر جزيلا، واحب اقول لجمهورنا اطمنوا بمشيئه الواحد الاحد القادم سيكون جميل ويليق بتطلعاتكم ويليق بما تطمحون اليه من انه الهلال دائما يكون في القمه. سؤال قبل ما نخليك تروح سمو الامير، طارق التايب شاهدت اليوم طارق التايب كيف كانت الجماهير يعني تحيي الكابتن طارق؟ طيب لاعب كبير بدون ادنى جدال، واحنا للاسف يعني الظروف يعني تتكالب علينا، يعني طارق موقف، ياسر اصيب، الغامدي بيسوي عمليه في مفصله، يعني عموما هذا قضاء وقدر، قدر الله وما شاء فعل، ولكن انا عندي ثقه كبيره في لاعبتنا الشباب اللي شفناهم اليوم، وانه الهلال ان شاء الله عمره ما حيتاثر بالظروف هذه تاثر كبير. حنتاثر ولكن بحماس اللاعبين وبعزمهم وبتكاتف الجميع ان شاء الله حنتخطى الظروف هذه، والقادم سيكون احلى بمشيئه الواحد الاحد لصالح الهلاليين. سمو الامير، الان ياسر القحطاني مصاب سوف يعود للهلال كما ذكر لنا الكابتن سامي الجابر تقريبا اسبوعين لثلاث اسابيع. نتكلم عن خط الهجوم الهلالي، ذكرتم كان لنا في ايضا في قناه ار تي الزعيم في ازرق مباشر ذكرتم بان هناك ثلاثه لاعبين عالميين سوف يكونون، يعني الخيارات موجوده لل واحد منهم حنختار في مهاجم ان شاء الله نسعى للتعاقد معاه الان. وإذا أقر اللاعب الأسيوي الرابع في مسابقاتنا المحلية حنجيب لاعب أسيوي رابع، لكن إذا ما أقر في المسابقات المحلية هذا الموضوع ملغي. طبعا في حالة إن إحنا يعني جبنا مهاجم عالمي، في حالة إن إحنا جبنا مهاجم عالمي وما كان أو ما كان مهاجم من آسيا، لو كان مهاجم عالمي حنضطر إن إحنا نشيل رالديس، حنضطر إن إحنا نشيله لأنه الخانة اللي يلعب فيها رالديس ولاعب متميز. وعلى فكرة في نقطة مهمة، أقرأ في بعض الصحف اليوم قريت مقال الشخص أنا أحترمه يقول أنه الهلال فيه هدر في الأموال على اللاعبين الأجانب. أحب أقول أنه النقطة هذه غير صحيحة. أول شيء ذكر أنه مبلغ طارق التايب 10 مليون، ترى هو ما هو 10 مليون، مبلغ طارق التايب 1,600,000 دولار، 6 مليون ريال، هذا رقم واحد، وهو لاعب متميز يستحق هذا الرقم وأكثر منه. رالديس جبناه ب1.5 مليون وعندنا عرض الآن بأكثر مما جبناه فيه، فهذا بالتالي ما هو هدر في الأموال. والهامسون جايتنا عروض له، لو جت يمكن ما هي بنفس القيمة اللي جبناه فيها، بس بما أني أنا المتكفل ب80% من الـ فالنادي حيكون كسبان، فما إحنا ما عندنا هدر في الأموال، وأمورنا إن شاء الله يعني الأمور اللي نعملها ما تتم إلا وفق دراسة ووفق نظرة معينة، بس لا تستعجلوا علينا ولا على لعيبتنا حتى الأجانب. وأرجع أقول ويلي لازال عنده الكثير ليقدمه، ترى ما لعب إلا 3 مباريات و20 دقيقة، أصبروا عليه شوي وحتشوفون لاعب متميز بجانب طارق التايب وبجانب المهاجم اللي بنجيبه وبجانب الآسيا واللي حنجيبه إن شاء الله إذا كان أقر في المسابقات المحلية. اطمنوا إن شاء الله كل الأمور ستكون بخير. طيب سمو الأمير، بما احنا دائما نذكر الأخبار الحصرية، بما انك ذكرت 3 لاعبين، هل ممكن ان نطلع على هذه الأسماء من خلال قناة ار تي الزعيم؟ طبعا انا في نهاية الأمر ما اقدر اقول الأسماء لعدة اسباب، لانه انا اخشى انه تدخل أندية اخرى معنا في المنافسة، وانت تعرف هذا الشيء حاصل قوية. اكيد انها المفروض تكون قوية، يعني حتكون لها بصمتها المعروفة في الأماكن اللي تلعب فيها، يعني ما حنجيب لاعب عادي، اذا حنجيب لاعب عادي نكتفي بمن عندنا. أنا نظريتي أنت في نهاية الأمر تستطيع، يعني في مدرسة في التفكير تقول أنه مثلا تفاريس وكماتشو لما جو كانوا مغمورين، هذا الكلام صحيح ونجحوا، بس أنت لازم تجيب لاعب له اسم وله مستوى ملموس الناس تشوفه وله قيمته. إذا ما نجح هذا أمر آخر، أنت سويت اللي عليك. أنا ما أميل أن أنا أغامر وأجيب لاعب يعني مغمور على أمل أنه ينجح زي ما حصل مع تفاريس وكماتشو، هي ربما تنجحه ويصبح قرار عبقري واختيار موفق، ولكن فرضا ما نجح يعني هي تنجح مرة بس مرات ما تنجح. لازم تجيب شيء ثمنه فيه ومستواه قبل ما يجي عندك أكثر من لعيبتك، أو على الأقل ما يقل عنه، بس تجيب لاعب يكون أقل من لعيبتك يعني هذه صعبة. هذا حصل معنا يعني قبل كذا في السابق، احنا ما حيتكرر معنا. فمن هالمنطلق أنا أقول بس الخلاصة أنه إن شاء الله اطمنوا، الأمور إن شاء الله ستكون على ما تحبه. شكرا لك سمونا.